العظيم. بسم الله بنرحب بحضراتكم في بيتكم وبيت المواسير، وطبعا يشرفنا في هذا النهار رموز العمل الوطني في كليه الهندسه، طبعا بيمثل الكليه هنا او الجمعيه شكل وزير الثقافه والاعلام التعليم. طبعا يشرفنا في هذا النهار ايضا شكل امين مدير الكليه ومعيزة دولة السنة هام شمتاني. احنا دايما في ذكرى رمضان بنذكر حرب رمضان متعينة، احد ابطال حرب رمضان السيد اللواء بن حرب حمد الحديدي معنا. واخذ الكلمة لسيد الحديدي حرب الامور برضه ظروفه معيزة، يعني استاذ
الدراسه بتاع البوابه الارضيه كان في الله يرحمه المهندس عبد العظيم المعطى، كان وزير ري الموارد المائيه، عمل دراسه للموارد المائيه المصريه. جه حسن الله الكفراوي بعديه بشويه وزير استصلاح الاراضي. طب اذا كانت الموارد المائيه اهالي، طب احطها فين؟ جبنا شركه من هولندا فقط اسمها شركه اله، اشرف على هذه الدراسه دكتور حسن اسماعيل، اظن عارفين كل مهندس مصري مدن مصر عارف الدكتور مصطفى الجبلي، عارفين استاذ الاراضي، دول اهم اثنين خاصين باستصلاح عمليه استصلاح الاراضي. اتعمل مخطط استصلاح الاراضي، التقينا ان احنا بعد توحيد وفي حلول المواد المائيه نقدر نزرع وقتها وقتها 3 مليون فدان. فين هم 3 مليون فدان؟ البحيره فيها قد ايه؟ حته في المدينه دي مساحتها كذا، كفر الشيخ، الساحل الشمالي، دمياط، الدقهلية، وهكذا كل محافظات الوادي لغايه اسوان، لغايه وادي كرم، هنزرع منه قد ايه؟ لغايه وادي الجمعه في هنا هنزرع منه قد ايه؟ على اساس الاختيار، على اساس جوده الارض والاشخاص، توصيل المرافق ونقل المواطنين. كل الكلام ده قوله وراح نرفع يا للهوى يا للهوى. فانا سامع عقولا ربنا ينور طريقنا ويجمع قلوبنا ونفوق بس مصلحه بلدنا اولادنا واحفادنا. والله المستعان وهو قادر على ان العزيزه الغاليه تقف تاني على رحنا منطقة النقب وزرنا بيت سهل.
اقسم لك يا حمدي ان على بعد حوالي 30 كيلو من هذه المنطقة كنا بنشم ريحة الزهور، زهور الموالح وكل انواع الفواكه على بعد كيلومترات من المنطقة اللي احنا كنا رايحين. قال لي لو رحت النهارده النخب وبن سبع هتزهق من المزارع النموذجية اللي موجودة هناك ومن الانتاج والهندسة الوراثية اللي بتستخدم على اعلى مستوى. قال لي احنا شفنا حاجة غريبة جدا، شفنا مزرعة نموذجية للقطن طويل التيلة، وكانوا ممتنعين ورفضوا ان احنا ندخل المزرعة، وبعد محاولات عتيدة وجادة ومريرة سمحوا لنا ان احنا ندخل المزرعة. قال لي لقط القطن وهي مفتحة ما تقدرش تمسكها بايديك الاثنين من الحجم والتيلة والانتاج في داخل المزرعة. قال لي قلت له الله، طب احنا معانا سينا بقالها مئات والاف السنين. سينا النهارده جزء عزيز علينا جدا، ده مهبط الانبياء ومسار جميع الانبياء. صار فيها ابراهيم وصار فيها موسى وصار فيها انبياء كثيرين، شعيب عليه السلام وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فليه حلنا لهذا المستوى اللي احنا موجودين فيه؟ لا شك وبقولها بصراحة، ينقصنا الشفافية وينقصنا مش عايز اقول الضمير ولكن الجدية في العمل وفي التنفيذ. سئلت طب سينا تتعمر ازاي؟ هل زي اي منطقة اخرى؟ قلت لا، سينا زي ما شفت انا في اسرائيل بعيني، شفت مستعمرات في منطقة دي فترة حين، وشفت مستعمرات التنجور ودخلتها سنة 54 و55. هذه المستعمرات بتبنى أو بتنشأ على الطرق الرئيسية والمحاور الرئيسية، ثم يوفروا لها الوحدات الإنتاجية من مصانع أو وحدات زراعية، أرض مستصلحة أو غير مستصلحة، تخدم هذه المستعمرة. قلت الله، ده أنا في سنة 55 أذكر إن القوات المسلحة، ودي معلومة عشانكم للشباب اللي قدامي اللي يعني في مختبر العمر، ده مؤاخذة اللي كان عنده جاموسة، أبوه عنده جاموسة في سنة من 50 ل 55 56 كان ثمن الجاموسة 30 جنيه والبدلية كانت 30 جنيه، فكان اللي ما معاش جاموسة أو اللي ما عندهمش جاموسة يبيعوها كان ابنه بيتجند في الجيش، فكانوا معدمين، يعني إمكانيات ما فيش. وإحنا والحمد لله عندنا النهارده أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر. فأنا اقترحت في هذه المذكرة وهذا التقرير إن إحنا المصرحين من القوات المسلحة ومن أمن المركزي وما أكثرهم معدمين، نحن نؤهلهم في هذه المناطق ويزرعهم ويشتغلوا في المصانع وينتجهم ويلتصقوا بالأرض، ودي تبقى هدية النواة اللي تدافع عن سينا عندما تهاجم من أي عدو من اتجاه الشرق. سماع الأستاذ أيمن يحفزنا على الأخبار والرؤية سيادة الرئيس سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نتاج ثلاث قوات اللي هو مكون سجن الطيني، مكون سجن الأولاني. سيادة فريدة قرر الرجوع من الجزائر بلغ لنا رسالة واحنا روحنا واستلمناها من الطيارة. الطيارة بتاعته نزلت في
أعتقد أصدق إحنا ولا شعبين الكلام عادة نستدينه وما فيش أي حاجة فسألنا عليه فقالوا في عذاب الرئاسات سنة فريكا جاي ومعاه جميع المذكرات بتاعته اللي هو كان عبد الله 25 سنة كل المذكرات دي اتخذت وراحت في صلاة العام من كتب ومقالات وتسجيلات وغيرها احنا قعدنا بالظبط ندور عليه اللي كان قعدنا روبين مش عارفين بعد كده لما زرناه في مستشفى بتاع الإسماعيلية قعد يحكي لو نزل من الطيارة كان في عربية رئاسة في عربية كانت فيها شيء قرار قبله والمفروض كان يروح يعمل زي ما تقول لي مش تظلم استسلاح يمضي عليه الرئيس حسني مبارك عشان يعفو عنه الحكم بتاع 3 سنين بتاع قرروا في الاخر خالص هم قعدوا يرفضوا يقولوا طب ما ينفعش طب يروح راسه في سيف ان هو ما ينفعش ايه اعمل تظاهر من الرئيس حسني مبارك اخذوه بعد كده ودوه على مستشفى الاسماعيليه مش عارف هو راح مع عبد الله جاي انا مش عارف فاكر بالظبط في الاول قعدوه في دور كان لوحده في خلال الفتره بتاعته كان في ناس بتزوره يعني في مثلا يعرفوا ان ليس عدد موجود فتلاقي في مثلا مرضى في زيت او كده هم فضلوا المستشفى ده كده اللي هو حسن كلمني وقال لي في ندوه هنتكلم في الساعه الاولى ولا في كده انا عارف يقول مش عارف هيسالني في ايه ولا هو ايه فتحت المذكرات بتاعته وقلت اقرا كده واذاكر فلقيت في كلام كتبه من 35 سنه هم بيتعاملوا عليه دلوقتي ما بين رئيس مرسي ما بين مشرفة الطاقة اللي هو مين هيحكم الجيش؟ مين اللي هيبقى له السلطة في الجيش؟ تسمحوا لي اقرا الكتاب ايات كل حرف فيه هو اللي كتبه انا لا زودت ولا حاجة انا حتى حاولت تأكيدها كتبتها ما زودتش لا حرف ولا اصلا يقول لك ايه؟ هو العنوان العام الغاء مفصل الباء العام لقوات المسلحه عندنا دلوقتي مشير القاضي وزير الحربيه والقائد العام لقوات المسلحه كان رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى لقوات المسلحه وفي رئيس الاركان اللي هو فريع عام الكلام اللي هو قال لو عايزيني اعيد في اي مره ليس هناك خلاف حول علي بن ابي مرة يا ريت تربطوا اللي بيحصل دلوقتي بالكلام اللي هو قال ليس هناك خلاف حول اهميه تبعيه القياده العسكريه للقياده السياسيه ولكن الخلاف يدور حول حدود ومدى هذه التبعيه في الدول الديمقراطيه تكون القياده السياسيه متحده بواسطه الشعب وبالتالي فهي تمثل الشعب وتعمل على تحقيق اهدافه في حين ان القياده العسكريه غير منتخبه وبالتالي يجب اخضاعها لاشراف القياده السياسيه المنتخبه وقد ساهمت بعض الدول الديمقراطيه الى ابعد من ذلك عند تعيين رؤوس القمه العسكريه ففي الولايات المتحده يختار الرئيس رئيس الاركان يختار الوزير رئيس الاركان ولكن هذا الاختيار لا يكتمل الا بعد عرض هذا الاسم على الكونغرس واقراره او مجلس الشعب وقد يلجأ الكونغرس الى دعوه الشخص المرشح لهذا المنصب لمناقشته والحوار معه عده جلسات قبل ان يوافق على تعيينه او رفضه فاذا رفض الكونغرس هذا التعيين فانه يتحتم على الرئيس ترشيح شخص اخر يحصل بموافقه الكونغرس. اما في الانظمه الديكتاتوريه والشموليه فالامر يختلف. فالقياده السياسيه فيها هي القياده المغتصبه. والمغتصب يريد دائما ان يحافظ ويدافع عن اغتصابه ضد اي باص
قاصد المجتمع الخاص او ضد اي انتفاضه شعبيه ضد النظام، حيث ان القوه العسكريه هي الوسيله المثلى لقمع اي انتفاضه شعبيه ضد الحكم، فانه من الضروري للحاكم ان يسيطر سيطره كامله على قوات المسلحه، وبذلك يمكنه استخدامها في قمع اي انتفاضه شعبيه، ويضمن في نفس الوقت الا تنقلب اليه. الحمد لله ده ما حصلش ده في مصر. ونتيجه لذلك فان نصر رئيس الاركان كان قمه الحرب العسكري سواء في الانظمه الديمقراطيه الغربيه او في الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه زائد النظم الشموليه، وكان وزير الدفاع في كل من المتهم سواء كان رجل فني او عسكري يقدر نفسه للمساحه، سواء كان رجل مدني او عسكري هو ابرز الوصف بين القيادتين السياسيه والعسكريه. وبالتالي لم تكن هناك حاجه لتلك الانظمه رغم اختلاف طبيعتها الى ان تملك وظيفه نصفها عسكري ونصفها سياسي كما فعلت الغالبيه العظمى من دول العالم الثاني. بعد اسبوع بس الاول من المجلس كان الامين العسكري لجامعه الدول العربيه فقابل جميع الناس اللي هم مختصين بالجيوش
اسال سؤال واحد من اساتذه الجيولوجيا والمساحه يقول والله انا مش تخصصي. طب الموضوع الفلاني والله ده لسه على النسبه. طب الموضوع الفلاني لسه ما درسناهوش. طبعا انا كراجل مهندس انشائي محترف وتعاملت مع مشروعات الدوله الكبرى داخليه وخارجيه اعرف حجم العمل الانشائي واعرف قيمه الشهاده. خليك في النهايه الدكتور ممدوح حبيبي لكن اختلاف في الهندسه لا يبسط للبنت قضيه. قلت له يا دكتور ممدوح انت كل اللي بيسالك سؤال تقول انا مش متخصص لسه هندرس. انا هسالك سؤال بصلب تخصصك. خليك معانا يا جماعه والله. دكتور حسام من اللياقه المتسمه للتخصص. هسالك سؤال بصلب تخصصك. انت راجل تخصصك ايه؟ سؤال ميكانكس. تقدر تقول ان الاير سويرك بتاع حسن مشروع قد ايه؟ ضرب اخماسا في افلاس. اصل لسه ما درسناهوش. دكتور حسن حبيب انت راجل بتاع مدني في نفس البلد بتاع مساحه. لسه ما درسناهوش. لا ما درسناهوش لا. احنا لا نخرج من هذه الندوه وسط هذه الكوكبه الا المسؤول عن نفسه. رقم تقدير. انا اقدر اقول لك من اخر الخطوات المحفوظه دي الرقم التقدير قد ايه بس اسمعوا منك. قعد بقى طبعا ورا بقى القطاع الاولاني كان بكذا مليون والثاني كان بكذا مليون والثالث بكذا مليون وبعدين راح طافح رقم قال مليار ونص يعني 1500 مليون متر مكعب عشان يحفر قناه السويس جديده من طابا الى العريش. ده القطاع الهندسي كده الدكتور بتاع الهندسه فقط ناهيك بقى عن الايه؟ الاوفر بيرد والسكتر والكلام من ده. قلت له انت عارف السد العالي كان حجم الايرث ورك فيها قد ايه؟ برضه ما ردش. الايرث ورك في السد العالي كان اقل شويه من 40 مليون جنيه. احسبوا بقى كم ضعف السد العالي اللي قعدنا مصر يعني استنفذت قوة عشان تعمل هذا الايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بتكلم كراجل مكتوب في مرسى. انا كنت في التعمير مع المهندس الكبراوي كنا بنعمل خط على الحدود الدوليه. خط بنسميه خط مقاومه رئيسي. اليهود كانوا عاملين خط مقاومه رئيسي على الحدود الدوليه عشان تتحرك عليه الوحدات. ولما نروح هناك نقطه مراقبه يعني يشتمونا وبتاع وكلام من ده احنا ما عندناش خط نتحرك عليه. فقررنا احنا نعمل مشروع اعداد دوله الحرب لصفاتنا المدنيه بنفس المسار بتاع الحدود. هنا بقى بهذا الخط طبعا مش زي قناه السويس انت ماشي موجود بالليفلز لان مراكب بتمشي كده منها. بنطلع جبل 30 متر وننزل خور حاجه 30 متر وهكذا وعمليه بالغه الصعوبه يعني اكثر من السد العالي. وقلت له مصر يخط عشان تعمل السد العالي. انا قعدت نعمل خط بتاع الحدود الدولي ده يمكن 5 6 سنين وكل تقاط الدوله مستخدمه فيه. قول لي بقى لما انت تعمل قناه سويس والاير سويس فيه قد هذه المشروعات يمكن الاف المرات هتعمله ازاي ومده قد ايه؟ السد العالي اذا كان اتعمل ايه؟ 5 6 سنين يبقى تضرب ب 100 ان شاء الله ب 500 سنه ولا 1000 سنه. ناهيك عن التكلفة الرهيبة. ده الشق الفني اللي هو اللي يرد عليه وبعدين تطلع بقى تلاقي هو جايب محطات محطة الجزيرة بالتحديد تعالوا لنا مشروع الخرم. جايب مجموعة مش عايز اذكر الاسماء اللي كان جايبها. هذا هو مشروع الخرم اللي صاحب المشروع يخش بيه رئاسة الجمهورية. صاحب المشروع مكتوب هنا وجايب ناس وبعدين قاعد جنبي بقول انت ايه؟ يقول انا خلفيتي عسكريه. انا كنت راجل من خدام قوات مسلحه وعارف الاجيال المختلفه سواء درست لك بعد الحرب معاهد او تحت القياده او الاخر. قال لي انا فلان فلاني وكنت في الحته الفلانيه. سالت عليه هذا الشخص ليس مش عيب انما العيب انه يتكلم بحاجه لم يمارسها. كان رائد بالتسليح
واتحكم بمجلس عسكري مربوط بالقوات المسلحه ومقدم مشروع القرار. قاعد جنبي برضه واحد سطره اسمه هنا مش معرفش علشان ايه. انا اخدت راي خبراء الاستراتيجيه وجنبي هنا واحد لواء نائب رئيس الامن القومي. رحت سالت مباشره رئيس الامن القومي انت تعرف واحد اسمه كذا؟ قال لي ما اعرفوش ده نكر. خدت معلومات عنه قال لي ده نقيب ومتحاكم مجلس عسكري ومطرود من الايه؟ من الامن القومي. يبقى لي اثنين اللي هم مطردين مشروع. جايب بقى مجموعه من بتوع الاعلان وبالفلوس لدرجه ان لما جه ممدوح حمزه يقعد على المنصه يقول له التقرير ممدوح حمزه اشترك معاه وقال له بقيت فلوسي انا لسه ما اعرفش ليها كام الف دولار. انا قمت افك للشباب قلت له اقعد وعايز يمشي قلت له اقعد لان عايز يجيب اخره ايه؟ قعدت لدرجه ان انا وانا افك للشباب ضربوني بالجوع ان الدرج كسر وهكذا. يا جماعه اين نحن؟ اين اساطين الهندسه؟ اين نقابه المهندسين يا دكتور علي؟ دكتور علي الكلام ده اين هندسه اسكندريه اللي فيها الاساتذه اللي علمونا؟ اين اساتذه الهندسه في العالم اللي بعيدين عن هذا المجال؟ رغم الشارع لما يسمع مشروع القرن هو والاخر.